من المعروف أن حركة الكواكب تؤثر بشكل كبير جدا على شخصية الإنسان، فكما نجد مواليد بعض الأبراج يغضبون بسرعة، نجد مواليد أبراج أخرى يتسمون بالهدوء، وكما أن هناك أبراج مرحة فهناك أبراج أخرى تتسم بالجدية وغير ذلك من السمات الشخصية التي تتأثر كثيرا باختلاف البرج الفلكي. ومن ضمن هذه الأمور التي تتأثر كثيرا بالبرج الفلكي شخصية الإنسان العاطفية التي ستختلف بين مواليد كل برج وآخر، وسنعرض لكم من خلال هذا الفيديو الشخصية العاطفية التي يمتلكها مواليد كل برج فلكي. قبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، الاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات لدعمنا على الاستمرار. هذه هي الشخصية العاطفية التي يمتلكها مواليد كل برج فلكي. برج الحمل. إن مواليد برج الحمل من الأشخاص الذين تسيرهم مشاعرهم، وذلك لأنهم يشعرون بالشغف تجاه معظم الأمور في حياتهم، وعلى الرغم من أن مقاربتهم هذه ربما تؤدي إلى تقوية روابطهم العاطفية مع الآخرين، لكنها ستنتهي آخر المطاف وسوف تتحول إلى منافسة. فلدى مواليد هذا البرج شعور دائم بضرورة إثبات أنفسهم وتفوقهم على الجميع، هذا ما قد يؤدي إلى قيامهم ببعض التصرفات العدائية بوجه الآخرين. لمواليد برج الحمل شخصية عاطفية نارية، ولكنها في ذات الوقت مشاغبة، مع ما يعنيه ذلك من تعرضهم لتقلبات مزاجية حادة بشكل متكرر، هذا ما سيكون له تأثير سلبي على علاقتهم بالآخرين. برج الثور. يملك مواليد برج الثور شخصية عاطفية حساسة، وهم من الأشخاص الذين يعبرون عن أحاسيسهم تجاه الآخرين بطريقتين، فهم إما يقومون بتدليلهم أو يستخدمون طريقة اللمس معهم، فالملامسة لها أهمية كبيرة في تعبيرهم عن أحاسيسهم، بالإضافة للشخصية العاطفية الحساسة لمواليد برج الثور فهي شخصية تراعي الآخر وتحميه وتدافع عنه، فهم سيشكلون الدرع الواقي لمن يهتمون به ويدافعون عنه حتى رمقهم الأخير. ورغم العناد الذي يعرف عن مواليد هذا البرج إلا أنهم في علاقاتهم العاطفية يسعون للحلول الوسط كي يضمنوا استمرارية هذه العلاقة. برج الجوزاء. يتكل مواليد برج الجوزاء بشكل كبير على دائرتهم الاجتماعية، فمنها يستمدون شخصيتهم العاطفية، ومواليد هذا البرج يستطيعون أن يراعوا مشاعر الآخرين ويتعاطفون معهم في الكثير من الأحيان، لكن شخصيتهم العاطفية لن تجعلهم يعتمدون على الشفقة عندما يعبرون عن مشاعرهم، بل سيحاولون فهم المشاعر الفعلية للآخرين قبل أن يتفاعلوا معها. مقابل ذلك يملك مواليد برج الجوزاء الكثير من الشغف والحنان، وبالتالي فهم بحاجة للعاطفة كي يتمكنوا بدورهم من منح العواطف للآخرين، فشخصيتهم العاطفية ليست مستقرة وتشهد تقلبات كثيرة. برج السرطان. على الرغم من أن مواليد برج السرطان أشخاص عاطفيون وحساسون، لكنهم متشائمون ومزاجيون أكثر من مواليد باقي الأبراج، فشخصيتهم العاطفية تجعلهم يحللون كل كبيرة وصغيرة تتعلق بمن يحبون. شخصية مواليد هذا البرج متقلبة بشكل كبير جدا، فهم قد يشعرون بأنه يتم تقديرهم في أمور تافهة ليست ذات أهمية، بينما لا يأتيهم ذات الشعور تجاه أمور أساسية
لها أهمية أكبر، فشخصيتهم العاطفية والحساسة تجعلهم على تواصل كامل مع مشاعرهم، وبذلك يملكون فهما شاملا لها. لكن فهمهم هذا لا يجعلهم يصلون إلى مرحلة من الاستقرار والثبات، بل على عكس ذلك الأمر سيكون شبيها بالإعصار. برج الأسد. إن الشخصية العاطفية لمواليد برج الأسد دافئة، على الرغم من أن معظم الأشخاص يتهمونهم بالتحفظ الشديد تجاه من يحبون، لكن الحقيقة هي أن مشاعرهم أسفل سطح الماء مباشرة، وكل ما يحتاجه الأمر هو مقاربة واحدة صحيحة أو لمسة واحدة لتظهر مشاعرهم وتطفو على السطح. إن مواليد هذا البرج كرماء للغاية، وهم مستعدون طوال الوقت لإيجاد الأساليب المناسبة كي يساعدوا من خلالها الآخرين، فشخصيتهم العاطفية وبشكل فطري مليئة بالشغف، وبالتالي هم لا يستطيعون إلا أن يكونوا كذلك. برج العذراء. إن مواليد برج العذراء من الأشخاص الذين يركزون على المنطق كثيرا، فلكل نتيجة سبب، وهم غالبا ما يضعون مشاعرهم في آخر سلم اهتماماتهم، ولذلك يصنفون ضمن قائمة الأشخاص المنفصلين عاطفيا، فهم يتعاملون مع أمورهم العاطفية بطريقة منطقية. فعلى الرغم من ثبات الشخصية العاطفية لمواليد هذا البرج وسيرها وفق المنطق والعقل، لكنها في بعض الأحيان تكون على النقيض تماما، بحيث يعتمدون المشاعر فقط دون أي حساب للمنطق والعقل. برج الميزان. إن مواليد برج الميزان أشخاص اجتماعيون جدا، وهم يعيشون حياتهم في سبيل تحقيق هدف رئيسي، وهو ألا يكونوا بمفردهم مطلقا. إن شخصية مواليد هذا البرج العاطفية عموما هي شخصية عادلة ومحببة ولطيفة، لكنها تستطيع أن تصبح عكس ذلك تماما إذا أقدم الآخر على خيانتهم أو خداعهم أو تخييب آمالهم، فهذه الأمور ستفقد مواليد برج الميزان ثقتهم بالشريك، وسيحمل عليه الأحقاد، وبالتالي هم يستطيعون نقل شخصيتهم العاطفية من قمة اللطافة إلى قمة الكراهية والحقد. برج العقرب. تقوم الشخصية العاطفية لمواليد برج العقرب على الشغف، فهم يختبرون الكثير من الأحاسيس الحادة، لهذا السبب فإن تعبيرهم عنها في معظم الأحيان يكون متفجرا ويظهر بصورة غضب شديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن مواليد هذا البرج غيورون للغاية ويشككون بالشريك بصورة دائمة، ما يجعل شغفهم يختفي ليأتي مكانه الحقد والكره ورغبتهم العالية بالانتقام، وبالتالي فشخصيتهم العاطفية سيف ذو حدين، فقد تراهم أشخاصا محبون وعلى استعداد أن يقوموا بالمستحيل من أجل من يحبون، وربما تراهم يكرهون الآخرين ويحاولون بكل قوتهم أن يلحقوا بهم الأذى. برج القوس. إن مواليد برج القوس أشخاص متفائلون أكثر من الحدود الطبيعية، ولذلك فإن تفاؤلهم هذا قد يعرضهم لخيبات أمل أكثر من غيرهم، ويعود السبب في ذلك لأنهم يؤمنون بالخير المتواجد في نفوس الآخرين، وبالتالي هم مقتنعون بأن الآخرين سيقومون بمنحهم مقدار العواطف نفسه الذي سيمنحونه هم لهم، وبالتالي فإن خيبات أملهم ستكون متكررة بصورة دائمة، ولكن هذا كله لن يغير من شخصيتهم المتسامحة والمتفائلة. لكن يوجد لدى مواليد برج القوس نقيض كل ما ذكرناه عندما يشعرون أن مشاعرهم العاطفية ستجعل حريتهم مهددة، فهم في هذه الحالة سيفضلون الهرب
والابتعاد. برج الجدي. يملك مواليد برج الجدي شخصية عاطفية متحفظة، وذلك لأنهم يفضلون المنطق والعقل على أي شيء آخر. فمواليد هذا البرج جديون للغاية، وبالتالي هم يتعاملون مع كل أمور حياتهم حسب مقاربتهم هذه. وبما أنهم يميلون عادة لاعتبار أنفسهم يعرفون بكل شيء أكثر من غيرهم، فهم في معظم الأحيان يميلون إلى توقع الأسوأ من الآخرين. وعلى الرغم من أن مقاربتهم قد تظهر سلبية، لكنها تجعل شخصيتهم العاطفية أكثر استقرارا وتوازنا بين جميع مواليد الأبراج. فمواليد برج الجدي يحضرون أنفسهم بصورة دائمة للأسوأ، ولذلك فردة فعلهم اتجاه أي عقبة تعترض طريقهم تكون بعيدة تماما عن العنف. برج الدلو. من الصعب فهم شخصية مواليد برج الدلو العاطفية، ذلك لأنهم لا يسمحون لأي إنسان برؤيتها، كما إنهم لا يحبون ولا يريدون الكلام عن مشاعرهم مع أي كان، وهم يعتبرون إظهار مشاعرهم للآخرين مشكلة كبيرة ستؤثر سلبا على صورتهم في أعين الناس. على الرغم من الذكاء والعقلية المتفتحة التي يملكها مواليد هذا البرج، لكنهم منفصلون عاطفيا. هذا ما يجعل العلاقة معهم تبقى سطحية في معظم الأحيان، ولو تزوجوا من الشريك وارتبطوا به مدى العمر. برج الحوت. إن مواليد برج الحوت أشخاص محبون ورومانسيون، ويملكون ذكاء عاطفيا كبيرا يمكنهم من التماهي بسهولة كبيرة مع الآخرين. وعلى الرغم من استناد شخصيتهم على فائض من المشاعر المرهفة، إلا أنهم في ذات الوقت يشبهون مواليد برج الدلو لجهة صعوبة إظهار أحاسيسهم أو التعبير عن مشاعرهم أمامهم، وبالتالي فهناك صراعات داخلية في شخصيتهم العاطفية يصعب التعرف عليها. كانت هذه جولتنا مع ما يقوله الفلك عن الشخصية العاطفية التي يمتلكها مواليد كل برج، قدمناها لكم من قناة رويش تيفي. اكتبوا لنا في التعليقات إلى أي برج من الأبراج أنتم تنتمون، وما رأيكم بما يقوله الفلك عنكم. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.